ينضم إلى نشرة التاسعة الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل، بعد التحية، وزارة الداخلية كما تابعنا نظمت في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية الملتقى الأول لطلائع وشباب المناطق الحضرية الجديدة، وذلك على مدار 3 أيام بمقر أكاديمية الشرطة. قراءتك لأهمية هذه المبادرة والدور الذي تقوم به مجتمعيا بشكل خاص في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة؟ هو طبعا في البداية دي مبادرة مهمة جدا، والمبادرة دي بتهدف إلى إيصال طبعا بس روح الولاء والانتماء والتضحية داخل أجيال جديدة من أبناء الوطن. طبعا احنا شفنا كان في أكثر من زيارة من منظمتها وزارة الداخلية لأبناء المناطق الجديدة اللي هي زي الأسمرات وغيط العنب في اسكندرية وخلافه، إلى أكاديمية الشرطة من قبل، وإلى في الإسكندرية في النادي الرياضي في قوات الشرطة في الإسكندرية. طبعا كل ده الهدف منه ان احنا بنحاول ان احنا الدوله المصريه بتسعى في الوقت الحالي الى انها خلق جيل جديد من المواطنين لديهم الوعي، لديهم القدره على المعرفه، لديهم القدره على مواجهه الفكر. دلوقتي في مرحله بناء المواطن المصري وبناء الشخصيه المصريه بشكل سليم. طبعا ده دور بتقوم به في الوقت الحالي او بتساهم به طبعا وزاره الداخليه من خلال المعايشه اللي تم على مدار ال3 ايام دول، وايضا اللقاءات اللي قبل كده اللي تمت في اكاديميه الشرطه وفي اسكندريه. احنا شفنا طبعا ان الدور اللي قدرت تقوم به الدوله في القضاء على المناطق العشوائيه والمناطق الغير امنه في مصر، ودي كانت كافه داخل المجتمع المصري، وقدرت الدوله انها تقضي عليه تماما، وتم نقل المواطنين الى مناطق امنه. احنا ونقل المواطنين الى مناطق امنه، احنا ما بنغيرش مساكن وما بنغيرش اماكن هم بيعيشوا فيها، الدوله بتغيرها، لا، الدوله بتغير ايضا شخصيه المواطن المصري من سلوك عشوائي يقطن في منطقة عشوائية غير آمنة غير صحية إلى منطقة آمنة وصحية، بتوفر له الملاعب وبتوفر له المراكز الثقافية، بتوفر له أيضا الفكر السليم والرؤية السليمة. وطبعا مساهمة وزارة الداخلية إنها تبتدي تستضيف تقطني تلك المناطق، طبعا ده زي ما بقول لحضرتك ده شيء مهم جدا في إعادة بناء الشخصية المصرية وبنائها بالشكل السليم والحقيقي للأجيال الجديدة. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.